لقاءات العشاق في الأيام العادية ما مقتصراش على وقت محدد، ولكن في رمضان كتغير الأمور وكتولي منبوذة من عند بعض الناس اللي كيشوفوا أن هاد اللقاءات ما خصهاش تكون في نهار رمضان، الشي اللي كيخلي العشاق يتاخذوا أماكن خاصة للقاءاتهم. وباش نقربوكم أكثر من هذا الموضوع، نزلنا الشارع وسولنا الناس على الأماكن اللي ممكن يتجهوا لها العشاق في رمضان، وواش عادي أن زوج مصاحبين يتلاقوا في رمضان. الحب شوية يجي نقص مع رمضان. الفطور ما كنظنش وما متقش وما هذه الفكره جو سوي كونتر هذه الفكره شويه تكون ناقصه. حنا مسلمين ناقصه شويه فكره، ماشي تله. لا انا كيبان لي مورا فطور يمكن لهم يجوا للبحر، يمكن لهم يجوا الجريده، اي بلاصه عادي. علاش الانسان كان غادي مع واحد البنت او الكونسيونس ترونكيل عنده حاضر راسه بخير وعلى خير، واخا وقت الصيام مراه وراجل بحال بحال، ما علاش كيبان لي كلشي مزيان. هنا مراه حتى هي عندها واحد السمعه ديالها، والراجل حتى عنده واحد السمعه ديالو، وغادي كيتساروا مع راسهم قبل من رمضان اصدقاء ولا هذا، ما بنهار واخا عاشق ما خصوش يمسها ولا هذا ولا هذا، ما كاين زعما عادي، ما كاين مشكل. علاش ما نديروش حنا بحال الاوروبيين زعما كاين حتى هما كاين مشكل بحال المراه بحال الراجل. ما نخليوش واحد المراه في واحد الطابو ديالها بعيده علينا حنا ونقولوا راه حقا مراه غاديه مع راجل. يالو راني غادي مع مراه انا هاني عاشقه ديالي ولا هادي، مي ما نحترم رمضان ديالي ونحترم الله ونحترم الناس، يعني ما كاين مشكل عادي. ماشي معقول يتلاقاو قبل الفطور، من بعد الفطور مازال ممكن، ما قبل الفطور ما يمكن، ما يمكنش يتلاقاو. حتاش الديانه ديالنا ما كتسمحش بهذاك الشيء. انا انت عادي يمشيو جد الناس كيبغيو يمشي يدورو هاني، يعني ما كاينش شي حاجه اللي كتخسر بحال الصيام بحال شي حاجه هاني، يدورو شي حاجه يمشي الجرده يجلسوا يهضروا شي حاجه تشيك تكسي عادي. يعني ماشي شي حاجه ماشي بالضبط رمضان وشي حاجه طرا شي حاجه يمشي يدورو هاني، ماشي شي بدا يتقرب شي بدا هذيك، ماشي رمضان هذيك، ما بقاش رمضان هذاك ولا فاطر، مي مورا المغرب هاني تقدر دير اي حاجه انت وياه. يجي بركو في قهوه، يبركو واخا رمضان، يبركو يتحتشو، يبركو موضوع يجبدو شي موضوع، يبركو يتحتشو على الأشخاص العائلية، بزاف هموم بزاف عندهم، عادية، اللي كانوا مخطوبين ولا مزوجين عادي، ولكن اللي كانوا شي حاجة لا. كيمشيو للجردة، كاين البحر، بزاف البلايص اللي يقدروا يرتاحوا فيهم، ما يكونش فيهم غير الضجيج وداكشي. إلا كانت علاقة اللي قانونية راجل مع مرتو كتبان لي عادي وفي حدود تاني، أما إلا كانت عشوائية صحاب كيف ما كنقولوا ما نظنش باللي عادي. كيف ما شفتوا الآراء مختلفة وكل وجهة نظره، كاين اللي عنده عادي وبغى ننقلدوا الأوروبيين، وكاين اللي عنده حشومة وعار وإلا دارها مشالوا النهار.